بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة دمياط وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع المحاضرة الخامسة في مكرر مورفولوجيا وتشريح النبات. والموضوع اللي هنتناوله بالشرح في هذه المحاضرة هو مورفولوجيا السيقان. شرح التركيب الخارجي للسيقان والكلام ده، ان احنا نتكلم عن الصفات التركيبيه الخارجيه اللي هي بنقول عليها المورفولوجي المميزه للسيقان. اهم الصفات المورفولوجيه المميزه للساق بتكون عكس الصفات المورفولوجيه المميزه للجذور. فبنلاقي الساق بتكون مقسمه الى عقد وسلميات، واحنا قلنا قبل كده ان العقده هي مكان خروج الورقه على الساق، اما السلميه هي المسافة بين عقدتين متتاليتين. طبعا الجذر بيكون غير مقسم إلى عقد وسلميات. الصفة المورفولوجية الثانية إن الساق بتنتهي من أعلى ببرعم بنسميه البرعم الطرفي. هذا البرعم بنمو بيسبب زيادة الساق في الطول، وهو بيتركب من مرستيم قمي بيحاط بأوراق صغيرة جدا بنسميها بدايات الأوراق، وبالتالي بانقسام المرستيم القمي يزداد طول الساق وبدايات الأوراق تنمو لتكون أوراق. الصفة المورفولوجية الثالثة ان الساق بتحمل اوراق وبراعم وازهار وثمار، ما فيش اي عضو في النبات بيحمل الاوراق والبراعم والازهار والثمار سوى الساق، يعني الجذر لا يحمل اوراق او براعم او ازهار وثمار عادة ولا الاوراق. الصفة المورفولوجية الرابعة هي ان الافرع الجانبية اللي بتتكون على الساق بتنشأ من مرستمات سطحية اللي هي البراعم، فما بتكونش مرتبطة ارتباط قوي بانسجة الساق ويسهل فصلها. في الجذر قلنا التفرعات الجانبية بتاعته اللي هي الجذور الجانبية واللي بنطلق عليها أيضا اسم الجذور السنوية بتكون داخلية المنشأ، يعني نشأة من السطح الخارجي بتاع الأسطوانة الوعائية اللي بتبقى في مركز الجذر وبتمتد خارجيا، لذلك بيكون اتصالها قوي بالجذر ويصعب فصلها. الصفة الخامسة وهي أيضا عكس صفات الجذر إن السيقان بتكون موجبة الانتحاء الضوئي وسالبة الانتحاء الأرضي، يعني لو حطينا الساق في وضع افق كده نلاقيها تنحني وتنمو الى اعلى في اتجاه الضوء وبعيدا عن سطح الارض. بكده نكون لاحظنا ان الصفات المورفولوجيه المميزه للساق لا توجد في اي عضو من اعضاء النبات الاخرى، بتكون عكس الصفات المميزه للجذور، من حيث ان الساق بتكون مقسمه لعقد وسلميات، الجذر غير مقسم لعقد وسلميات. الساق بتنتهي ببرعم طرفي عباره عن مرستيم قمي محاط ببدايه الاوراق، اما الجذر فبينتهي بمرستيم قمي مغطى بغطاء يسمى القولونسوه. الساق بتحمل اوراق وبراعم وازهار وثمار، الجذر لا يحمل اوراق او براعم او ازهار او ثمار. التفرعات الجانبيه بتاعت الساق بتكون خارجيه المنشا، اما التفرعات الجانبيه بتاعت الجذر بتكون داخليه المنشا. الساق موجب الانتحاء الضوئي وسالب الانتحاء الارضي، الجذر عكسه. أهمية الصفات اللي أنا بقولها دي إيه؟ أو أهمية إن أنا أعرف الصفات المورفولوجية اللي بتميز الساق واللي بتميز الجذر والأوراق، إن في بعض الأعضاء النباتية بيحصل فيها تحور، يعني بيحصل تغير في شكلها وحجمها وتركيبها عشان تأدي وظيفة معينة، فممكن يجيب لي العضو المتحور ده ويقول لي تقدر تحدد لي العضو ده إيه؟ إيه أصله النباتي؟ جذر ولا ساق ولا ورقة؟ لو أنا عارف الصفات المورفولوجية اللي بتميز كل عضو من اعضاء النباتي عضو من اعضاء النبات، اقدر في الحاله دي ان انا احدد اصل العضو المتحور ده سواء كان شوكه او محلاق او اي حاجه من الحاجات دي، وهيتضح لنا الكلام ده واحنا بنشرح دلوقتي السيقان المتحوره. نيجي بقى لوظائف الساق. بنقول الساق بتؤدي بعض الوظائف الهامه، في وظائف رئيسيه اساسيه بتوجد في جميع السيقان ووظائف اخرى بتختص بقى بعض السيقان زي ما احنا نشوف دلوقتي. الوظائف الاساسيه للساق، اول وظيفه هي حمل الاوراق والبراعم والازهار والثمار ووضعها في وضع مناسب لكي تاخذ احتياجاتها من الضوء والهواء وتستطيع ان تؤدي وظيفتها بشكل افضل او بشكل مناسب. الوظيفه الثانيه هي ان السيقان عباره عن ممر بيقوم بتوصيل الماء والأملاح الممتصة بواسطة الجذور إلى باقي أجزاء النبات اللي هي الأجزاء العليا من النبات، الأوراق والبراعم والأزهار والثمار،
وفي نفس الوقت بيقوم بتوصيل الغذاء العضوي المجهز في الاوراق الى باقي اجزاء النبات اللي هي الاجزاء السفليه بقى، الاجزاء السفلى من الساق والجذور والاوراق السفليه والكلام ده. قيام الساق بتوصيل الماء والاملاح الممتصه من الجذور الى اعلى لتوزيعها على الاوراق والبرامل والازهار والثمار بيتم من خلال انسجه الخشب اللي موجوده فيه. اما قيام الساق بنقل الغذاء المجهز من الاوراق وتوزيعه على الاجزاء السفليه من النبات بيتم من خلال نسيج اللحاء. الوظيفه الثالثه ودي بتختص بيها بعض السيقان اللي هي بيحدث فيها تحور يعني تغير في الشكل والحجم والتركيب لكي تؤدي وظيفه تلائم احتياجات النبات وظروف البيئه اللي بيعيش فيها. دي بنسميها وظائف تخصصيه. اقولها بشكل ثاني اوضح، ان بعض السيقان بيحدث فيها تحور يعني تغير في الشكل والحجم والتركيب لكي تؤدي وظائف تلائم احتياج النبات او تلائم ظروف البيئه اللي بيعيش فيها، زي السيقان اللي بتتحول لمحاليل، زي السيقان اللي بتتحول لاوراق عشان تقوم بعمليه البناء الضوئي لان الاوراق الاساسيه بتاعت النبات حصل فيها مشكله، زي السيقان اللي هي بتتحول الى اشواك. كل دي سيقان متخصصه حصل فيها تحور علشان تؤدي وظيفه معينه تلائم احتياجات النبات. لكن هذه الوظائف مش وظائف اساسيه، ده بتحدث في بعض السيقان اللي هي حصل فيها تحور. اما الوظائف الاساسيه اللي بتبقى بتميز الساق او الساق بتقوم بها بشكل اساسي هي حمل الاوراق والبراعم والازهار والثمار لتعريض الضوء والهواء، توصيل الماء والزائدات من الجذر لباقي اجزاء النبات، وتوصيل الغذاء العضوي من الاوراق الى باقي اجزاء النبات لاماكن استهلاكه او تخزينه. نيجي بقى لموضوع تاني وهو طبيعه السيقان. بنقسم السيقان على حسب طبيعه تركيبها الى سيقان عشبيه وسيقان خشبيه. بس قبل ما اشرح ايه السيقان العشبيه والخشبيه وسهل عليك فهمها، لازم اشير لنقطتين مهمين احنا هندرسهم تفصيليا بعد كده، بس لازم اذكر بيهم دلوقتي علشان نفهم معنى السيقان العشبيه والخشبيه. الحاجه الاولى هي النمو الابتدائي. ما المقصود بالنمو الابتدائي؟ النمو الابتدائي يقصد به نمو العضو النباتي في الطول، ويحدث في المراحل الاولى من نمو اي عضو نباتي. يعني احنا خدنا درس الانبات وعرفنا انبات البذور وان اول عضو بيخرج من البذره عند الانبات هو الجذور. لو لاحظنا وتابعنا نمو الجذور بيبقى عباره عن ايه؟ هنلاحظ ان هو بيكون نمو سريع في الطول. هذا النمو بنسميه النمو الابتدائي. يبقى النمو الابتدائي هو نمو العضو النباتي في الطول ويحدث في المراحل الاولى من نموه. نيجي بقى لحاجه ثانيه وهي النمو الثانوي. ايه المقصود بالنمو الثانوي؟ يقصد به نمو العضو النباتي في السمك، يعني زياده العضو النباتي في القطر، قطره بيزيد ويحدث في المناطق التي توقفت عن الاستطالة. الثاني النمو الثانوي يقصد به نمو العضو النباتي في السمك ويحدث في المناطق التي توقفت عن الاستطالة. ده بيحصل ازاي؟ عندما يصل العضو النباتي او جزء منه الى اقصى استطالة اللي هو يتوقف عن الاستطالة بيبدأ يحدث نمو في السمك او زيادة في قطر العضو النباتي اللي بيسببها ميريستيم محيطي بيبقى موازي للسطح الخارجي وموجود جوه الساق بس موازي لمحيط الساق، موازي لنسيج البشره. ولما بينقسم هذا الميريستيم بينقسم بجدر موازية، يعني خلايا كل خلايا تنقسم الى خليتين بجدار موازي لسطح البشره، فبيعطي خلايا للخارج وخلايا للداخل. طبعا القسم ده ما بيحصلش مره واحده، ده بيحصل عده مرات، فبيدي عده صفوف من الخلايا جهه البشره وعده صفوف من الخلايا جهه النخاع، يعني جهه مركز الساق. فهذه الخلايا اللي اتكونت بتسبب زياده في قطر الساق. نتيجه هذه الزياده بيحصل ضغط على الانسجه الخارجيه اللي هي البشره والطبقات الخارجيه من القشره، فيحصل لها تمزق. لما تتمزق هذه الخلايا بتصبح الخلايا اللي موجوده اسفل التمزق معرضه للخارج، معرضه بقى للاتربه والمياه ومهاجمه الميكروبات والحشرات. عشان كده الطبقات السطحيه من الخلايا اللي موجوده اسفل منطقه التمزق بتستعيد القدرة عن القسام وتنقسم تقوم تديني خلايا فلين للخارج. الخلايا الفلين اللي هي القانون الخارج دي بتكونها علشان تحل محل البشرة في انها تحمي الانسجة الداخلية من فقد الماء بالتبخير ومهاجمة الميكروبات والحشرات. بتحميها ازاي؟ ان خلايا الفلين دي بتكون خلايا ميتة، يعني مفيش بروتوبلازم، وجذورها مغلظة بمادة اسمها مادة السوبرين، ودي مادة دهنية غير منفذة للماء والغازات، وبالتالي بتمنع دخول الهواء البارد للانسجة الداخلية، بتمنع دخول الميكروبات والحشرات، بتبقى حاميه الانسجه الداخليه. وعشان كده لما بتتكون طبقه الفلين دي وتكون طبقه غير منتظمه وخلايا ميته
بتخلي شكل الصف من الخارج او لون الصف من الخارج بيبقى غامق، لانها بتبقى مشبعه بمواد صمغيه وتأمينات ورفنجات والكلام ده، علاوه لانها بتخلي سطحها خشن. دي حاجه مهمه حبيت ان انا اشير لها. النمو الابتدائي هو عباره عن نمو العضو النباتي في الطول الواحد ثم المراحل الاولى من نموه. النمو الثانوي هو عباره عن نمو العضو النباتي في السوم وتحدث في أجزاء التي توقفت عن الاستطالة عن طريق إضافة أنسجة إضافية بنسميها الأنسجة الثانوية، وهي اللحاء الثانوي والخشب الثانوي. وهذه الإضافة بتؤدي إلى زيادة قطر الساق، ولكن تسبب تمزق الأنسجة الخارجية ويحل محلها نسيج بريديرم. طبقاته الخارجية تتكون من خلايا في اللين ليتا جذورها مغلظة بمادة السوبرين الغير منفذة للماء والغازات وبيكون لونها قاتم. الكلام ده مهم جدا لما أجي اشرح بقى تقسيم السيقان على حسب طبيعه تركيبها الى سيقان عشبيه وسيقان خشبيه. السيقان العشبيه بقى لما نيجي نعرفها بنقول هي سيقان ضعيفه خضراء اللون طريه، وذلك لان نموها القطري يعني النمو في السم بيكون ضئيل، وبالتالي بيكون نسبه الخشب والالياف فيها قليله، وده اللي بيخليها بتكون طريه وغطه وفي نفس الوقت ضعيفه. وبنلاقي الساق خضراء من بره ليه؟ لان ما بيحصلش فيها النمو الثانوي بشكل واضح، فبتفضل محتفظه بالبشره والانسجه الخارجيه بتاعتها. اما السيقان الخشبيه فهي عكس السيقان العشبيه، دي سيقان بتكون قويه صلبه بتصل الى ارتفاعات كبيره، وده لانها تنمو في السمك كل عام، يعني بيحصل فيها زياده قطريه كل عام، ونتيجه النمو في السمك كل عام بتزداد نسبة الألياف والخشب فيها باستمرار، ودي اللي بتكسبها قوة وصلابة، وبالتالي بتستطيع أن ترتفع لمسافات بعيدة. فنبص هنا مثلا على ساق زي ساق نبات الفول، ده نبات عشبي، ساقه عشبية، بلاحظ أن الساقة دي سمكها محدود، لونها أخضر وبتكون طرية وغدة، لو ضغطت عليها بلاقيها بتستجيب للضغط نتيجة أن نسبة الألياف والخشب فيها بتكون قليلة، وسبب الكلام ده أن النمو الثانوي فيها بيكون نمو بسيط او ضئيل، فنسبه الالياف والخشب فيها بتكون قليله. المثال على السيقان الخشبيه سيقان الاشجار والشجيرات، زي مثلا شجره الصنوبر اللي موجوده قدامي دي، بلاحظ ان الساق بتاعتها لونها داكن نتيجه ان هي بتبقى مغطاه بالفلين او بخلايا الفلين، وبتكون سميكه، وكل ما بتتقدم في العمر كل ما بيزيد سمكها نتيجه النمو الثانوي اللي بيحصل فيها، واللي بيضيف لها نسبه كبيره من الالياف والخشب، وده اللي بيكسبها قوه كبيره وتستطيع بذلك الارتفاع لمسافات كبيره. والان ننتقل للتعرف على مصطلح جديد وهو الندب. ايه هي حكايه الندب دي؟ الندب دي عباره عن علامات مميزه بتدل على اماكن انفصال وتساقط بعض اجزاء النبات في الاشجار متساقطه الاوراق. انا عارف ان انا عندي اشجار وشجيرات متساقطه الاوراق، بمعنى ايه متساقطه الاوراق؟ يعني الاشجار والشجيرات دي بتسقط اوراقها كلها مره واحده ودفعه واحده في توقيت واحد اللي هو فصل الشتاء، وتفضل السيقان والبراعم اللي موجوده على الساق دي في حال السكون حتى فصل الربيع التالي. مع حلول فصل الربيع التالي والجو يبقى دافي كده تبدأ البراعم تنشط وتنمو علشان تكون نموات جديدة وأوراق جديدة وهكذا. لو فحصنا أحد الأفرع في شجرة أو شجيرة متساقطة الأوراق زي اللي أنا حاطط الصورة بتاعته عندي هنا، هلاقي موجود عليه علامات واضحة كده. العلامات دي عايزين نتعرف عليها ونعرف هي بتدل على إيه. من العلامات دي علامات بنسميها الليف سكارز أو الندب الورقية. إيه هي الندب الورقية؟ هي علامة بتدل على موضع انفصال وتساقط الورقة. يعني أنا عندي هنا الجزء ده بنسميه ليف سكار أو ندبة ورقية، لأنها بتدل على موضع انفصال الورقة. بنلاحظها في الندبة الورقية، بنلاحظها في أماكن العقد. هنا في عندي العقدة واضحة هي تماما اللي هو الخط ده، وفي مكان العقدة أو أعلاب حاجة بسيطة بنلاقي أثر بيشبه المثلث المقلوب كده، ده بيدل على مكان انفصال وسقوط الورقه اللي كانت موجوده عند هذه العقده. وداخل الندبه الورقيه بلاحظ فيه علامات بتظهر زي نقط صغيره كده. العلامات دي هي عباره عن ندب بتدل على مواضع الحزم الوعائيه، بنسميها فاسكولار باندل سكار، يعني ندبه حزمه وعائيه او ندب حزم وعائيه. تمام؟
ازاي النودة دي بتتكون؟ انا عارف ان الورقة اللي هي موجودة على الساق بيبقى في اتصال وعائي بينها وبين الساق. الاتصال الوعائي ده ناتج ازاي؟ ان الحزم الوعائية الممتدة بطول الساق بتيجي في منطقة العقدة ويحصل لها انشقاق، وجزء منها بيدخل الورقة علشان يغذيها ويمدها بالمية والاملاح اللي هي عايزاها، وفي نفس الوقت يبقى فيه لحاء ينقل الغذاء العضوي من الورقة الى الساق. فعند انفصال وسقوط الورقة بيحصل كسر للحزم الوعائية في منطقة اتصال الورقة بالساق، بيسيب آثار تدل عليه اللي هي تظهر زي نقط صغيرة كده اللي بنسميها الفاسكولار باندل سكارز، يعني ندب الحزم الوعائية. النوع الثالث من الندب هي فتحات دقيقة توجد على سطح الفرع أو الساق اللي أنا بفحصه، بتظهر من بالعين المجردة على هيئة نقط، لكن لو فحصناها بالميكروسكوب بنلاقيها عبارة عن فتحات عدسية الشكل بنسميها العديسات. العديسات دي هي عبارة عن فتحات بتتكون في نسيج البريدرم في السقان المسنة عشان يتم عن طريقها تبادل الغازات بين الجو الخارجي والأنسجة الداخلية. النوع الرابع من الندب اللي بنسميه بود سكيل سكارز، يعني ندب الحراشيف البرعمية. نعرف الأول يعني إيه حراشيف برعمية، بنلاقي دي عبارة عن أوراق خرشوفية بتتكون حول البراعم عند دخول فصل الشتاء، وتحيط بها أحاطة تامة وتغلفها تماما علشان تحميها من برودة الشتاء ومن تجمع الأتربة والمياه فيها حتى لا يتلف البراعم. وعند حلول فصل الربيع التالي بتبدأ هذه البراعم تنفصل عن بعضها وتسقط، فبتسيب أثر عند قواعدها على هيئة حلقة كده بنسميه زي ما هو ظاهر عندي تحت هنا، لأن ده برعم مغطى بأوراق خرشوفية خلال فصل الشتاء. احنا مصورينه هو في الوضع ده، لكن في مكان اهو على الساق بتاع السنه اللي قبلها بلاقي على هيئه حلقه واضحه هنا كده، دي بتدل على اثر الاوراق الخشبيه اللي كانت بتغطي البرعم قبل ما ينمو. بمعنى تاني علشان توضح قدامي، ان انا الساق وهي بتنمو مثلا خلال فصل الربيع الماضي فضلت تنمو لحد ما دخل عليها فصل الشتاء، كان البرعم وصل للمنطقه دي اتكونت عليها أوراق خرشوفية تغطيه عشان تحميه طول فصل الشتاء، ولما دخل عليه فصل الربيع بدأت الأوراق الخرشوفية تجف وتنفصل عن بعضها وتسقط، وسابت أثر على هيئة حلقة في الجزء ده. طبعا لما سقطت الأوراق الخرشوفية هي بتسقط مع حلول فصل الربيع علشان الجو بقى دافي، فبتنفتح علشان تدي فرصة للبرعم إن هو ينمو، فنمى خلال فصل الربيع واداني النمو الجديد ده، يعني جزء جديد من الساق. جاء عليه فصل الشتاء التالي فراحت متكونه عليه الاوراق الخرشوفيه علشان تغطيه وتحميه، ومع فصل الربيع اللي بعده هتبدا الاوراق الخرشوفيه دي تسقط من على البرعم عشان تديله فرصه ينمو ويكون جزء جديد. فهنا الفرع هلاقيه متقسم لاجزاء بتفصل بينها وبين بعضها حلقات بتمثل اثر الاوراق الخرشوفيه اللي كانت بتغطي البرعم. المسافة ما بين حلقتين تمثل نمو عام واحد، وبالتالي لو أنا قدرت أعد الحلقات ممكن أعرف منها عمر الفرع أو الساق بالتقريب يعني. ننتقل بعد ذلك لدراسة أنواع السقان علشان نتعرف على أنواع السقان المختلفة. بنقسم السقان تبعا لبيئة النمو اللي يتم فيها إلى سقان هوائية وسقان أرضية. السقان الهوائية اللي هي السقان اللي بتنمو فوق سطح التربة، أما السقان الأرضية فدي بتنمو تحت سطح التربة. واحد هيقول لي يا دكتور يعني مش منطقي إن الساق تنمو تحت سطح التربة، لا هنعرف إن هي في بعض الأحيان بتنمو تحت سطح التربة، إيه دليلك على إنها ساق؟ إن أنا بفحصها وبتأكد من الصفات المورفولوجية اللي موجودة فيها، هل هي صفات جذر يعني ولا صفات ساق؟ هنعرف إن في أجزاء من اللي تم تحت سطح التربة بتوجد فيها الصفات المميزة اللي بتوجد في السقان، وعشان كده بنحكم عليها بأنها سقان ولكن سقان أرضية. فنبدأ مع التقسيم كده نتعرف على أنواع السقان. أولا بنقسمها إلى سقان هوائية وسقان أرضية. السقان الهوائية اللي هي بتم عادة فوق سطح التربة، وأول نوع من السقان الهوائية دي اللي بنسميه السقان القائمة Earth Stems. إيه السقان القائمة؟ دي سقان عادة بتكون قوية وتستطيع النمو رأسيا فوق سطح التربة، يعني تقدر تعتمد على نفسك انها تنمو
رأسيا إلى أعلى فوق سطح التربة، والأمثلة عليها سيقان الأشجار والشجيرات اللي هي بنقول عليها بتكون سيقان خشبية قوية، وبالتالي يمكنها الارتفاع لمسافات كبيرة. سيقان الفول برغم أنها سيقان عشبية لكن فيها نسبة من الألياف الخشب تسمح لها أن هي تعتمد على نفسها في النمو رأسيا إلى أعلى فوق سطح التربة، وبالتالي لما يجي لي صاف من السيقان دي في العملي يطلب مني أن أنا أوصفه وصف نباتي، هبدأ أمشي على التقسيم اللي أنا عامله، بشوف الصاف دي هوائية ولا أرضية، يعني تم فوق سطح التربة ولا تحت سطح التربة، ألاقيها سيقان هوائية. ما دام حددت لي سيقان هوائية أحدد بقى نوعها إيه، هل هي ساق قائمة ولا متسلقة ولا منبطحة، زي الأنواع اللي أنا أقولها بعد كده، بلاقيها سيقان بتمو رأسيا فوق سطح التربة يبقى سيقان قائمة، وأجي أروح رسمها يبقى أنا كده بسطتها وصف نباتي دقيق، إن أنا أحدد بيئة النمو بتاعها وبعدين أحدد نوعها على حسب التقسيم اللي انا همشي عليه ده وارسمها رسم مظبوط واكتب البيانات، يبقى انا كده عملت الوصف، يعني الوصف مش بكتر الكلام. تعرف بقى على النوع الثاني من السيقان اللي هي السيقان الهوائيه اللي هو بنقول عليه سيقان متسلقه. يعني ايه سيقان متسلقه؟ السيقان دي عاده بتكون سيقان رفيعه وطويله، نسبه الالياف الخشب فيها قليله، وبالتالي ما بتقدرش تعتمد على نفسها في انها تنمو راسيا فوق سطح التربه، لان معطلها وقلة سمكها ونسبة الألياف الخشب القليلة اللي موجودة فيها ما بتقدرش ان هي تفضل قائمة في سطح التربة، هتلاقيها نمت على الأرض والأوراق بتاعتها اتكدست فوق بعضها فتحجب الضوء عن بعض، وبالتالي ممكن يموت النبات. لكن ربنا سبحانه وتعالى ميزها أو وهبها صفات تركيبية معينة تؤهلها ان هي تستند على أي دعامة جنب منها بطريقة أو بأخرى لكي ترتفع إلى أعلى فوق سطح التربة عشان تقدر تعرض أوراقها وثمارها وأزهارها للضوء والهواء عشان تقوم بوظائفها. هنعرف بقى السيقان دي، يعني عرفنا سيقان مسلقة هي سيقان هوائية ضعيفة فنسبة ألياف وخشب قليلة وبتكون طويلة ورفيعة فما بتقدرش تعتمد على نفسها، بتعتمد على أي نبات أو أي دعامة مجاورة لها وتبدأ تستند عليها بطريقة أو بأخرى لكي ترتفع إلى أعلى فوق سطح التربة وتعرض أوراقها وأظهرها للثمار للضوء والهواء. أول نوع من السيقان دي سيقان العليق. نتعرف بقى إزاي تتسلق الدعامة المجاورة لها، إن السيقان العليق بيكون طويلة ورفيعة، فتسلقها للدعامة بيكون عن طريق التفاف الصف نفسها حول الدعامة، كأنها بتجذب نفسها على الدعامة كده، وبالتالي بتقدر ترتفع لأعلى فوق سطح التربة وتعرض أوراقها زي ما أنا شايف كده للضوء والهواء. هنا بقى لما أجي أوصف الصف دي أولا بحدد إذا كانت هوائية أو أرضية، أنا بكرر الكلام تاني لأن مع التكرار طبعا هتستوعب المعلومة أكتر وبأكد المعلومة في نفس الوقت بالتكرار ده. لما أجي أوصف النوع ده من السيقان بقول الأول هي ساق هوائية أو أرضية، يعني بحدد بيئة النمو، هي ساق هوائية مالها متسلقة لأنها سيقان ضعيف. طب بتتسلق بواسطه ايه؟ بواسطه التفاف الساق. يبقى ما اجي اوصف ساق العليا اقول هي ساق هوائيه متسلقه عن طريق التفاف الساق او بواسطه التفاف الساق، واروح رسمها كده يبقى انا عملت الوصف بتاعها كامل تماما. في وسائل ثانيه بتتسلق بها السيقان على الدعامات، في نبات زي نبات ابو قنجر لو ركزت معايا هنا الساق بتاعته ضعيفه بس قصيره في نفس الوقت، يعني الجزء اللي انا بشاور عليه بالمؤشر ده عباره عن الايه؟ عبارة عن الصف، لكن بتحمل أوراق بأعداد كبيرة والأوراق الأنصال بتاعتها كبيرة، الصف ما تقدرش تشيلها، ممكن إن هي تفترش على الأرض فالأوراق تظلل بعدها. عشان تتفادى الحكاية دي، مش هي اللي بتتفادى طبعا، ربنا سبحانه وتعالى منحها صفة تساعدها على إنها تستند على دعامات وترتفع إلى أعلى وتعرض الأوراق للضوء والهواء. الصفة دي إيه هي؟ إن أعناق الأوراق بتكون رفيعة وطويلة، فهنا اعناق الاوراق الطويله دي هي اللي هتلتف على الدعامات وتخلي الساق تسند عليها علشان تقدر تعرض الاوراق والازهار للضوء. فهنا بوصف الساق بانها ساق هوائيه متسلقه عن طريق التفاف اعناق الاوراق. ننتقل لدراسه نوع اخر من السيقان المتسلقه، وهي السيقان المتسلقه بواسطه الاشواك، ومن امثلتها نبات الجهنميه ونبات ورد النسر. نبات الجهنمية ده من نباتات الزينة اللي بتكثر زراعتها في الحدائق العامة وأيضا في الحدائق المنزلية بجوار الأسوار،
لأن هذا النبات بينتج أزهار ذات ألوان جذابة فيعطي للسور منظر جمالي، يعني يكسب المنزل منظر جمالي، علاوة على أنه بيكون وسيلة حماية لأنه بينتج كمية كبيرة من الأشواك. نبات الجهنمية هو نبات خشبي، أي بيحصل فيه نمو ثانوي، بيضيف له خشب ثانوي كل عام، لكن الساق الرئيسية بتاعت النبات بتكون قصيرة وتنتج عدد كبير من الأفرع زي ما أنا شايف في الصورة اللي أمامي أنا، والأفرع دي بيكون نموها في الطول سريع، يعني بتزيد في الطول بدرجة كبيرة. فمع كثرة الأفرع اللي بينتجها النبات وبتصل إلى أطوال كبيرة جدا وتحمل عدد كبير جدا من الأوراق، الساق الرئيسية ما هتقدرش تتحملها، فممكن الأفرع دي تتهدد، لكن الله سبحانه وتعالى وهبها ميزة مهمة جدا، وهي أنها تنتج أشواك بكمية كبيرة لتستخدمها في تسلق الدعامات المجاورة. إزاي الكلام ده؟ طبعا دي صورة يعني لنبات الجهنمية، بنحاول نجيب فيها شكل النبات بالكامل، فمش هتبقى موضحة للأشواك، لكن احنا خدنا جزء منه وكبرناه بره هو علشان نوضح لك الأشواك اللي هي بينتجها النبات وأصلها النباتي ايه. أمامي هنا جزء من الفرع، وشايف ان هو بيحمل عدد من الأوراق، وعرفنا من خلال دراستنا للمورفولوجي وخصوصا في المقدمة ان الورقة اهم ما يميزها ان بيوجد في قيمتها برعم واحد او اكثر، فبعض النباتات بيوجد في قيمة الورقة برعم واحد، والبعض الاخر زي الجهنمية بيوجد في قيمتها برعمين، وفي بعض النباتات الاخرى زي المشمش بيوجد في قيمة الورقة ثلاث براعم. نخلينا في الجهنمية عشان ما نطولش. في نبات الجهنمية كل ورقة بيوجد في قيمتها برعمين، احدهم بنسميه البرعم الابتي الاساسي، هو مظهر عندي هنا. هذا البرعم يعطي بنموه إما فرع خضري يشبه الساق الرئيسي للنبات أو يعطي زهراء أو نورة، وبرعم تاني بيبقى أعلى منه قليلا بنسميه بالبرعم الإضافي، وهذا البرعم يعطي بنموه الشوكة. فبنلاحظ هنا أن موجود في إبة كل ورقة شوكة، هذه الشوكة نشأة من البرعم الإضافي. طالما الشوكة نشأة من برعم يبقى هي بالتأكيد ساق متحورة، لأنه قلنا قبل كده في الدروس السابقة إن البرعم عبارة عن ساق صغيرة في حالة أولية، وعند نموه إما أن يعطي فرع خضري يشبه الساق الرئيسي للنبات، يعني بيكون مقسم العقد وسلاميات وبيحمل أوراق وبيحمل براعم وأزهار وثمار، في الحالة دي بنسمي البرعم برعم خضري، أو يعطي زهرة وبنسميه في الحالة دي برعم زهري. بس الزهرة هنا نشأت من ايه؟ من برعم اللي هو في الاساس ساق، لكن الزهرة بتختلف في شكلها وحجمها وتركيبها عن الساق الخضرية بتاعت النبات، فبنعتبر الزهرة في الحالة دي ساق متحورة. ليه؟ لانها نشأت من برعم اللي هو في الاساس ساق، لكن اختلفت في شكلها وحجمها وتركيبها عن الساق الخضرية بتاعت النبات. علشان ايه؟ علشان تؤدي وظيفة معينة، فوظيفة الزهرة هي التكاثر الجنسي، يعني التحور مش بيحصل عشوائي، التحور بيحدث لكي يؤدي خدمة معينة للنبات، يؤدي وظيفة معينة للنبات. في الجهنمية هنا البرعم الإضافي لما نما أعطى شوكة، فالشوكة إذن هي عبارة عن ساق متحورة لأنها نشأت من برعم. طب التحور ده حصل ليه؟ علشان النبات يستخدمها في تسلق الدعامات المجاورة. فما أجي أوصف نبات الجهنمية هنا هقول إن الساق ساق هوائية متسلقة بواسطة الأشواك، والأشواك عبارة عن سيقان متحورة. نبات بقى ورد النسر اللي هو موجود أمامي هنا، بلاحظ إن الساق بتكون مكسوة تماما بالأشواك، فالأشواك هنا مش نشأة من براعم ولا نشأة من أوراق، وإنما هي مجرد زوائد على الساق بتنشأ من خلايا البشرة والطبقات الخارجية من القشرة اللي هي بتبقى موجودة تحت البشرة. يعني لما أجي أوصف ساق ورد النسر هقول إن هي ساق هوائية متسلقة بواسطة الأشواك، والأشواك عبارة عن زوائد من الساق، بدليل إن أنت لو جيت ضغطت على الشوكة في ورد النسر، ضغطت عليها من الجنب مش من فوق عشان ما تعورش إيدك، ضغطت عليها من الجنب كده هتلاقيها بتنفصل بسهولة، يعني بتنكسر. أما في حالة الجهنمية لو جيت تضغط على الشوكة كده تلاقيها صعب إن هي تنفصل عن الساق، لأنها هي في الأساس ساق متحورة وأنسجتها مرتبطة بأنسجة الساق ارتباط قوي. ننتقل بعد ذلك علشان نتعرف على نوع آخر من وسائل التسلق في السيقان الهوائية، وهي المحاليق. ما هي المحاليق؟
المحاليق هي عبارة عن نموات خيطية رفيعة أطرافها حساسة جدا. يعني شايفين النمو اللي أنا ماشي عليه بالمؤشر ده، ده عبارة عن محلاق، عبارة عن نمو خيطي رفيع جدا اهو، الطرف بتاعه بيكون حساس، إذا لامس أي نبات مجاور أو دعامة بيلتف عليها على طول علشان يجذب إليها الساق ويساعدها إن هي ترتفع عموديا إلى أعلى فوق سطح التربة. بس المحاليق دي بتنشأ من جزء معين من الساق ولا ممكن تتباين الأجزاء اللي بتنشأ منها؟ لا، في بعض النباتات زي العنب المحلاق بينشأ من برع طرفي. فما باجي أوصف ساق العنب بقول هي ساق هوائية متسلقة لأنها سيقان ضعيف. تسلق بواسطة إيه؟ بواسطة المحاليق. هنا بقول المحلاق ناشئ من برع طرفي، طالما ناشئ من برع يبقى محلاق ساقي. فتالي الوصف بتاعها علشان تبقى واضحة قدامي، هي ساق هوائية متسلقة بواسطة المحاليق الساقية. عرفت ليه قلت على المحاليق ساقية؟ لأن المحلاق ناشئ من برع طرفي، فما دام ناشئ من برع يبقى ساق، لأن برع لازم يدي ساق أو ساق متحورة. قد تكون ساق متحورة إلى زهرة، قد تكون ساق متحورة إلى محلاق، قد تكون ساق متحورة إلى شوك، لكن ما دام منشأها برع تبقى هي عبارة عن ساق. تمام كده؟ تمام. ازاي بقى حد يقنعني ان المحلاق ده ناشئ من برع طرفي؟ انا شايف هنا ورقه وشايف ابدا محلاق، وتحتها ورقه وفي محلاق. لو فحصت ساق طويله هلاقي كل ورقه قبلها محلاق. يقول لي ازاي بقى المحلاق ده ناشئ من برع طرفي؟ لان دي نقطه بتعمل بلجله للطلاب وبتشتتهم، ما بقاش مقتنع ان المحلاق هنا ناشئ من برع طرفي. لان زي ما احنا هنقول بعد كده، طبيعه التفرع في السيقان في نوعين من التفرع، تفرع محدود وتفرع غير محدود. معلش انا اقولهم بسرعه عشان عايزك تركز معايا وتستوعبهم بسرعه لحد ما نشرحهم بعد كده، بس انا بقولهم هنا علشان لما تقرا المعلومه تفهمها بوضوح وتقتنع ان المحلاق ده ناشئ من برع طرفي، مش بنضحك عليك. في التفرع غير المحدود، الساق بيميزها بقى ان البرع الطرفي بيستمر في النمو لفتره طويله دون توقف، وباستمرار نموه بيسبب زياده طول الساق وبينشأ على جانبيها أفرع جانبية في نظام تعاقب قمي، يعني أكبرها الأسفل وأصغرها إلى أعلى، لأن كل ما بينمو البرع الطرفي بيسبب زيادة في الطول ونشأة أفرع جديدة. الميزة الثانية إن الساق كلها تبقى ناشئة من نمو برع واحد اللي هو البرع الطرفي. ده اللي بنسميه غير محدود. غير محدود ليه؟ لأن البرع الطرفي بيستمر في النمو لفترة طويلة دون توقف، ما بيتحددش. صادق المحور يعني بنطلق عليه اسم تاني اللي هو صادق المحور، لان الساق كلها نشات من برع واحد هو البرع الطرفي بتاع الساق. ده القسم الاولاني من التفرع. القسم الثاني اللي بنسميه النمو المحدود او التفرع المحدود. ليه سميناه محدود؟ لان الساق بتستمر في النمو لفتره بسيطه ثم يتوقف برعها الطرفي عن النمو بتحوره الى زهره او محلاق او غير ذلك. يعني البرع الطرفي بتاع الساق بيستمر النمو فتره بسيطه ثم يتوقف عن النمو لانه تحول الى شوكه او محلاق او زهره. فكده حدد نمو الساق، ده السبب في ان احنا بنقول عليه تفرع محدود او نمو محدود. طب كده الساق هتقف عن النمو؟ لا، البرع من القبط اللي اسفل منه ينمو على استقامته علشان يكمل نموه، وهكذا تكرر هذه العمليه عده مرات. فبنقول عليه نمو محدود لان البرع الطرف بتاع الساق الاصلي وقف عن النمو وبعد فتره بتحوره الى محلاق او شوكه او غير ذلك. وبنسميه في نفس الوقت كاذب المحور لان الساق بتاعت النبات اللي هتتكون عندي هتكون ناشئه من نمو اكثر من برع. البرع الطرف بتاع الساق الاصلي والبراعم الاباطيه اللي هي نشطت وكملت النمو بعد كده. اطبق الكلام ده على العنب عشان يوضح قدامي. همسك الجزء ده مثلا. الجزء ده له برع طرف. طول ما البرع الطرف بينمو بيسبب زيادته في الطول. يقعد ينمو 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 لحد فتره معينه يروح البرع الطرفي مكون ورقه، كون ورقه اهو، وبعدين يتحور هو نفسه الى محلاق. البرع الطرفي بتاع الجزء ده لما نمى كون لي الجزء اللي قدامي ده، وجاء في وقت معين بعد ما كون الورقه راح البرع الطرفي متحور الى محلاق، فهيوقف الصف دي عن النمو. لا والله ما هتقف عن النمو. ليه؟ لان الورقه اللي كونت ده قبضها برعم، هذا البرعم بينمو على استقامه الساق اللي قبل منه عشان يسبب زيادتها في الطول، وباستمرار نموه في الطول
هيكون ورقة، وبعد ما يكون الورقة البرعم يتحول لمحلول في الجهة المقابلة فيقف عن النمو، يجي البرعم اللي في قبة الورقة اللي كونت ويكون النمو بعد كده. يعني لو جبناها من تحت عشان تبقى أوضح، دي الصخرة هي اللي كانت بتنمو، بعد ما كونت ورقة البرعم الطرف بتاعها اتحول إلى محلاق فوقف دي عن النمو. نشط البرعم القبة اللي موجود في قبة الورقة ده لأن بشرعب المؤشر ونما كون له جزء جديد من الساق على استقامة الجزء الأولاني. وبعدين بعد ما كون الجزء ده راح عطي ورقة، وبعد ما عطى الورقة اتحول البرعم الطرفي إلى محلاق، فراح جاي البرعم القبة اللي موجود في قبة الورقة دي ونما إلى أعلى عشان يكون له جزء جديد من الساق، وهكذا. فهمنا كده ازاي بقى المحلاق ناشئ من برعم طرفي، تمام؟ اللي اكد لي اكتر ان هو ناشئ من برعم طرفي وليس من برعم ابرتي في ابرة الورقة، احنا لما بنبص كده بنلاقي كل ورقة قبلها محلاق، كل ورقة قبلها محلاق. لو المحلاق ده هو ناشئ من البرعم الابرتي، هو اللي ناشئ من البرعم الابرتي، كان هيبقى نموه في الاتجاه ده اللي انا بشاور عليه في المؤشر، يعني هيبقى في الزاوية ما بين الورقة وما بين الساق. انما دايما بلاقي المحلاق موجود على الساق في الجهة المقابلة للورقة، يبقى ما نشأش من برعم قبة أبدا. فحاجتين بيأكدولي ان المحلاق هنا ناشئ من برعم طرفي. الحاجة الاولى ان هو النمو بتاع الساق في العنب نمو محدود. الحاجة التانية ان هو لو ناشئ من برعم قبتي كان هيبقى موجود في اتجاه الورقة مش في الاتجاه المقابل له. معلش انا طولت في شرح الحتة دي شوية لان احب لما اشرح معلومة اوضحها وافسرها. نأتي الآن لشرح نوع تاني من الثقة هي المتصدقة بالمحاليق، وهو نبات الأنتاجونين أو زهرة الساعة. البعض بيسميه زهرة الساعة نسبة لأن الزهرة بتاعته وتشبه الساعة في مظهرها. نبات الأنتاجونين زي ما أنا شايف كده الساق بتاعته، هي وضع التصوير هنا أفقي، الساق ممتدة أهي، ساق طويلة ورفيعة ما بتقدرش تعتمد على نفسها في ارتفاع مدين فوق سطح التربة، فبتعتمد على أي دعامة وتتسلقها. ووسيلة التسلق هنا هي عبارة عن المحاليق، والمحاليق اللي احنا قلنا عليها عبارة عن نموات اسطوانية رفيعة تشبه القيوط، وأطرافها بتكون حساسة، لما بتلامس دعامة بتلتف حواليها بسرعة وتجذب الساق ليها علشان تقدر تنمو الأعلى وتعرض الأوراق والأزهار لثمار الضوء. بس المحلاق هنا أنا عايزك تركز معايا في نشأته. بص دي الورقة قدامي أهي، وبلاقي المحلاق خارج من الزاوية اللي ما بين الورقة وما بين الساق. بص على الجزء ده كده هتلاقي دي الساق أهي ودي ورقة خارجة عليها، والمحلاق ناشئ من الزاوية اللي موجودة ما بين الورقة والساق، يعني ناشئ من برعم إبطي. فهنا لما باجي أوصف الساق دي بقول ساق هو إيه متصدقة بالمحاليق، والمحلاق ناشئ من برعم إبطي، أو أقول ساق هو إيه متصدقة بالمحاليق الساقية، وبين قوسين بكتب المحلاق ناشئ من برعم إبطي. ننتقل بعد كده لثقان متصدقة بواسطة محاليق جذرية. احنا خلصنا المحاليق الساقية أسف، دلوقتي ثقان متصدقة بواسطة المحاليق الجذرية زي نبات حبل المساكين اللي احنا اتكلمنا عنه لما كنا بنشرح الجذور العرضية، وقلنا ان الساق بتاعة النبات ده ساق طويلة ورفيعة وضعيفة، فبتحتاج لدعامات تتسلق عليها عشان تتفع لأعلى. ووسيلة التسلق هنا الجذور العرضية اللي تنشأ على الساق، فدي جذور عرضية لكنها بتعمل عمل المحاليق، علشان كده بنوصف الساق بتاعت النبات بنقول ان هي ساق هوائية متسلقة بواسطة المحاليق الجذرية، لان المحلاق عبارة عن جذر عرضي ناشئ من الساق. ننتقل الآن للتعرف على نوع آخر من أنواع المحاليق، وهي المحاليق الورقية. ويقصد بالمحاليق الورقية المحاليق التي تنشأ من تحور الورقة بالكامل أو تحور أي جزء منها. بس قبل ما أتكلم بقى عن المحاليق الورقية دي أذكرك بتركيب الورقة اللي أنا قلت عليها. أي ورقة خوصية على النبات اللي هي الأوراق الخضراء العادية بتتكون من ثلاث أجزاء عادة: القاعدة، وهي مكان اتصالها بساق النبات. يعني أنا عندي هنا دي الساق والورقة، هي مكان اتصال الورقة بالساق ده بنسميه القاعدة، والعنق والنصل اللي هو الجزء الأخضر المفلطح اللي بيقوم بعملية البناء الضوئي. وهنعرف لما ندرس مورفولوجي الأوراق إن بعض الأنواع النباتية بيوجد عند قاعدة الأوراق زوج من الزوائد بنسميهم الأزينات،
يعني في بعض النباتات مش كلها، يوجد عند قاعدة الورقة زوج من الزوائد بنسميه أذينات، واحدة على كل جانب من جوانب القاعدة. هذه الأذينات بتاخد طبائع مختلفة، فممكن الأذينات دي تبقى على هيئة شعيرات، ممكن تبقى على هيئة زوائد صغيرة على جانبي الورقة، يعني زائدة على جانب كل جانب من جوانب الورقة، وممكن تبقى على هيئة أشواك، يبقى شوكة على كل جانب من جوانب قاعدة الورقة، أو ممكن تبقى على هيئة محاليق زي ما أنا شايف النبات اللي قدامي ده، ده نبات السيميلاكس، نصل الورقة والعنق والقاعدة بتاعة الورقة موجودة على جانبيها زائدتين على هيئة محاليق، وممكن تبقى على هيئة أوراق، يعني الأذينات تتحور إلى ما يشبه الأوراق ولونها يبقى أخضر، وتقوم بعملية البناء الضوئي، ونقول عليها أذينات متورقة زي ما أنا شايف في النبات الأمامي هنا ده اللي هو نبات برج الحمام. اخدين احنا جزء منه مكبرينه عشان نوضح، هنا زوج الزوائد ده عبارة عن أذينات لان نصل الورقة تحول بالكامل الى محلق. وفي حاجة تانية عايز اوضحها، هو الفرق بين الورقة البسيطة والورقة المركبة. يمكن انا اشرت للكلام ده قبل كده بس البعض ممكن يكون نساه. الورقة البسيطة هي الورقة اللي بيكون نصلها عبارة عن قطعة واحدة غير مجزأة، انا شايف النصل هنا اهو قطعة واحدة غير مجزأة، وممكن تبقى مجزأة بس مجزأة تجزيء بسيط، يعني مقسمة إلى أجزاء، لكن الأجزاء دي بتجمعها مع بعض جزء مشترك، يعني يبقى زي النصل كده حصل فيه تفصيص بس ما فصلش النصل إلى أجزاء مستقلة عن بعضها أو منفصلة عن بعضها تماما. في الحالة دي بنقول على الورقة ورقة بسيطة. أما الورقة المركبة فهي الورقة اللي النصل بتاعها بيتقسم لأجزاء منفصلة عن بعضها تماما زي ما أنا شايف هنا في البسل، كل دي عبارة عن ورقة واحدة زي ما هنعرف بعد كده. الورقة هنا مكونة من عنق والنصل، النصل هنا تقسم إلى أجزاء منفصلة عن بعضها تماما، يبدو كل جزء كأنه ورقة لكن هو هنا جزء من النصل فبنقول عليه وريقة، والجزء ده كله على بعضه بنسميه ورقة مركبة. يبقى عرفنا الورقة البسيطة اللي هي نصلها يا إما يكون غير مجزأ خالص أو مجزأ لأجزاء غير منفصلة عن بعضها تماما، أما الورقة المركبة فهي اللي نصلها بيتجزأ إلى أجزاء منفصلة عن بعضها تماما. بعد ما قلنا الكلام ده يبقى من السهل جدا إن احنا نتكلم عن المحاليق الورقية ونحدد نشأتها. ففي بعض النباتات زي نبات برج الحمام اللي موجود أمامي هنا، بلاحظ إن الساق هنا رفيعة وضعيفة، بتحتاج لتكوين محليق عشان تستخدمها في التسلق. المحلق هنا بينشأ من تحور نصل الورقة بالكامل. الله، امال ايه النموات الخضرية دي؟ النموات الخضرية دي ما قلنا عليها أذينات. طب ايه الدليل يا دكتور؟ لما نكبر صورة او نحاول نرسمها ونوضحها هتلاحظ ان هنا المحلق خارج على الساق في موضع العقدة، ويمكن العقدة وضع هنا في الصورة دي العقدة هي، وخارج عليها المحلق. هو ايه اللي بيخرج على العقدة؟ العقدة هي مكان اتصال الورق بالساق او مكان خروج الورق على الساق. يبقى اذا المحلق اللي خارج ده هو عبارة عن الورقة اللي تحور فيها العنق والنصل بالكامل الى محلق عشان يساعد النبات على التسلق. والرسم اللي انا رسمه هنا بيوضح الكلام ده، العقدة هي وخارج عليها المحلق عشان يساعد النبات على التسلق. النموات الورقية دي اللي انا قلتها دي عبارة عن زوج الزوائد اللي بيبقى موجود عند قاعدة الورقة واللي بنسميه الأذينات. هنا عشان العنق والنص تحوروا للمحلاق لساعد النبات على التسلق، تحورت الأذينات اللي موجودة على جانبي الورقة أو قاعدة الورقة إلى ما يشبه الأوراق علشان يقوموا بعملية البناء الضوئي عوضا عن النص. سبحان الله الذي أبدع كل شيء خلقه. العنق والنص تحوروا إلى محلاق علشان يساعد النبات على التسلق لانه ساقه ضعيف، ما مش قادر يعتمد على نفسه في الارتفاع الاعلى، فتحور الورقه الى محلاق لتساعده على التسلق. طب مين هيقوم بالبناء الضوئي؟ تقوم الاذينات تتحور هي الى ما يشبه الاوراق علشان تقوم هي بعمليه البناء الضوئي عوضا عن المحلاق. تاني علشان نركز على الحته دي لان بتلخبط ناس كتير، هنا المحلاق ناشئ من تحور عنق ونصل الورقه. طب ايه الدليل يا دكتور على ان ده ناشئ من تحور العنق والنصل؟ ان هتلاقي خارج على العقدة بتاعة الساق، يبقى دي ورقة وتحور الى محلاق. هتلاقي في قبطه موجود برعم قبطي، هو مش ظاهر هنا لان ده رسم عشان التوضيح، موجود على جانبي قاعدته أذينات لكن الأذينات تحورت الى ما يشبه الاوراق عشان تقوم بعملية البناء الضوئي. يبقى لما اجي اوصف ساق زي ساق نبات برج الحمام هقول ان هي ساق هوائية متسلقة بالمحاليق الورقية، وبين قوسين المحلق نشأ من تحور نصل الورقة.
نأتي للنبات آخر وهو نبات البسلة، وعرفنا أن ساق البسلة رفيعة وضعيفة ولا تستطيع نمو رأسيا إلى أعلى، لذلك بتحتاج إلى وسائل تساعدها على تسلق الدعامات المجاورة لها، وهذه الوسائل بتكون هي المحاليق. والمحلق هنا بينشأ من تحور الوريقات الطرفية اللي هي جزء من الورقة زي ما أنا شايف في الصورة الأمامي. واحد يقول لي طب أنا إيش عرفني أن دي ورقة، ليه ما تكونش فرع وبيحمل أوراق؟ يعني الأجزاء الخضراء دي أوراق. لا، في فروق مورفولوجية أقدر أفرق بيها بين الورقة المركبة والفرع، لأن هيقابلني من خلال دراستي بعض النباتات بتكون أوراق مركبة حجمها كبير كده زي البوانسيانا والكاسيا، وبيبقى عنق الورقة والمحور وسط الورقة متخشب يشبه الفرع، فبيلتبس الأمر على بعض ويوصف الورقة المركبة يوصف محورها على أنه فرع، والورقات يوصفها على أنها أوراق. وعلى العكس من ذلك، بعض النباتات بتكون فروع خضراء صغيرة كده وعليها أوراق صغيرة، فممكن البعض يوصفها على أنها أوراق مركبة. فتركز معايا قوي عشان تعرف إزاي تميز بين الورقة المركبة وبين الفرع. الفرع احنا قلنا بينشأ من برع إبط في إبط ورقة، يعني لا يمكن ان انا الاقي في إبط الفرع برع، انما هلاقي الفرع موجود في إبط ورقة لانه ناشئ من البرع اللي في إبط الورقة. اما الورقة فبيوجد في إبطها برع، الورقة بيوجد في إبطها برع. الفرق الثاني ان الفرع بيحمل اوراق والاوراق يوجد في إبطها برع لانه فرع خضري، تمام؟ يعني بيبقى زي الساق بالظبط، يبقى شبهها وبيحمل أوراق وبراعم وأزهار وثمار. فالفرع بنقول بيحمل أوراق وكل ورقة هيبقى في إبطها براعم، إنما الورقة المركبة بتحمل وريقات اللي هي الأجزاء من النصل فلا يوجد في إبطها براعم، يعني الوريقات دي لا يمكن موجود في إبطها براعم. النقطة بقى الثالثة إن الورقة المركبة بتنتهي في طرفها بوريقة أو زوج من الوريقات أو محلاق إذا حصل فيه تحور زي ما في البسلة قدامي. أما الفرع لأنه عبارة عن ساق بس أخذ وضع جانبي، فبيبقى له برع طرفي موجود في نهايته. تاني نقوله من النقط دي، الورقة المركبة هيوجد في إبطها برع، أما الفرع فلا يوجد في إبطه برع، بل بالعكس هو اللي بيبقى موجود في إبط ورقة لأنه ناشئ من برع إبط. الحاجة التانية، الفرع بيحمل أوراق موجود في إبطها برع، أما الورقة المركبة محورها بيحمل وريقات ولا يوجد في إبطها برع. فرق الثالث ان الفرع بينتهي ببرع طرفي، اما الورقه المركبه فتنتهي اما بوريقه واحده او زوج من الوريقات او محلاق لو الوريقات تحولت الى محلاق زي ما في البسله. طيب نشوف الكلام ده قدامي وبيوضحه لي الرسم. الساق احنا قلنا مقسمه الى عقد وسلميات، والاوراق تخرج على الساق في مواضع العقد، فانا شايف اهي الورقه المركبه اللي انا مكبرها هنا خارج على الساق في موضع العقدة. طيب أبص في إبط النمو اللي أنا شايفه قدامي، مش عارف إذا كان فرع ولا ورقة مركبة، لو لقيت موجود في إبطه برعم أو البرعم نما وأعطى زهرة زي ما قدامي هنا أو في الرسمة أنا موضح هنا أهو، ده جزء من الساق اللي هو الجزء الصغير ده وخارج عليه النمو اللي احنا بنبحث إذا كان فرع أو ورقة، بلاحظ إن موجود في إبطه أهو في الزاوية بينه وبين الساق موجود برعم نما وأعطى زهرة، يبقى ده أول دليل على ان النمو ده عبارة عن ورقة مركبة. الدليل الثاني ان انا لو لسه الامور ملتبسة معايا وعايز اتأكد اكتر، انظر في اباط النموات الخضراء اللي هي موجودة قدامي هنا، يعني انظر في الزاوية ما بينها وما بين المحور اللي حاملها، لو لقيت فيه براعم يبقى ده فرع، ما لقيتش براعم يبقى عبارة عن ورقة مركبة. فانا شايف اهو الاجزاء الخضراء اللي قدامي، تمام؟ لما فحصت الزاوية اللي بينها وبين المحور اللي حاملها مفيش براعم، يبقى ده دليل تاني على ان ده عبارة عن ورقة مركبة وبتحمل ورقات لان مفيش في إبط الورقات براعم. الدليل التالت ان انا بص على القمة بتاعة العضو اللي امامي ده، لو لقيت براعم طرفي يبقى فرع، لو لقيت ورقة واحدة او زوج او محلاق زي ما انا شايف قدامي يبقى ده عبارة عن ورقة مركبة وورقاتها الطرفية تحورت الى محلق. يبقى كده عرفنا تركيب الامامي ده هو عبارة عن ورقة مركبة وليست فرع، والورقة المركبة الوريقات الطرفية اللي المفروض تبقى موجودة في نهايتها سواء وريقة واحدة أو وريقتين تحوروا إلى محلاق علشان يساعد النبات على التسلق. في الحالة دي بوصف ساق البسلة بأنها ساق هوائية متسلقة بالمحاليق الورقية، وبقول المحلاق نشأ منين بقى؟ من تحور الوريقات الطرفية. نيجي بقى للنموذج الثالث اللي هيبقى سهل علينا بقى هنا دلوقتي.
اللي هو نبات السيميلاكس، ساقه ضعيف اهو زي ما انا شايف، والساق هنا متسلقه ووسيله التسلق المحاليق. بس المحاليق جايه منين؟ المحاليق هنا نشأة على جانبي قاعده الورقه، وانا يمكن موضحها في صوره ثانيه هنا اهو. دي الورقه والعنق والقاعده اللي هي مكان اتصالها بالساق، وبلاقي المحاليق عباره عن زوج من المحاليق نامي على جانبي قاعده الورقه. يبقى نشأوا من ايه؟ نشأوا من الاذينات. يبقى هنا الاذينات تحولت الى محاليق عشان تساعد النبات على تسلق الدعامات. وبنص في الساق هنا بانها ساق هوائيه متسلقه بالمحاليق الورقيه، لكن المحلاق نشأ من تحور الاذينات. نبات اخر هنا بلاحظ ان الساق ضعيفه بتحمل عدد كبير جدا من الاوراق، فمش هتقدر ان هي تنمو راسيا، محتاجه تتسلق الدعامات، فبتتسلق بواسطه محاليق اهي. هنشوفها قدام ان مواد خيطيه رفيعه وطرفها حساس، يعني تدفع على اي دعامه ممكن تجاوره علشان يساعد النبات على الارتفاع لاعلى. المحلاق هنا جاي منين؟ جاي من قمه النصل. ده نصل الورقه اهو، قمته تحولت الى نمو وخيط رفيع اللي هو المحلاق. فبنوصفها لانها ساق هوائيه متسلقه بالمحاليق الورقيه، وبقول بين قوسين المحلاق نشا من تحور قمه نصل الورقه. نيجي بقى لباقي انواع الساق الهوائيه، لان احنا ما خدناش غير نوعين، الساق الهوائيه قائمه والساق الهوائيه المتسلقه، وشفنا ان وسائل التسلق فيها متعدده. النوع الثالث اللي هي بنسميها الصيقان الزاحفه او المنبطحه او المفترشه، هي زيها زي بالظبط الصيقان المتسلقه، من حيث ان هي الصيقان ممكن تبقى طويله رفيعه ضعيفه ما تقدرش تنمو الى اعلى عموديا فوق سطح التربه عشان تعرض اوراقها وازارها واثمارها للضوء والهواء، لكن ما عندهاش وسيله تقدر تتسلق بها اي دعامه تستند ليها وترتفع في الهواء، فتنمو زاحفه فوق سطح التربه او مفترشه فوق سطح التربه وتتفرع في اتجاهات متعدده علشان تقدر تعرض اوراقها للضوء والهواء، ما تخليش الاوراق تظل لبعضها البعض. والمثال عليها اللي هي ساق نبات البطيخ، وشوف انا على اسم عندي هنا اهو المؤشر بيشاور لي على الساق، الساقين اللي بيشاور عليها المؤشر بتنمو افقيا فوق سطح التربه لكن بتتفرع في اتجاهات متعدده عشان تعرض اوراقها للضوء والهواء دون ان تظل البعض. هنشوف نوع تاني مشابه ليه ونعرف الاختلافات ما بينهم ايه. يعني لو مشابه ليه تماما هنضم لنفس النوع، انما في اختلاف موجود فيه خلانا حطيناه في قسم مستقل ليه، اللي هي السيقان الجاريه او المددات. حكايه السيقان الجاريه او المددات دي تشبه السيقان الزاحفه او المنبطحه الى حد كبير جدا، لكن بتختلف عنها في ايه بقى؟ ان هي وهي بتنمو افقيا فوق سطح التربه اجزاء منها بتلامس التربه، فالاجزاء اللي بتلامس التربه دي البراعم اللي موجوده عليها بتنمو تديني نموات خضراء زي ما انا شايف كده، ده النبات الاصلي هو اللي هو المزروع، بتنمو منه سيقان مفترشه او منبطحه فوق سطح التربه، واجزائها اللي بتلامس سطح التربه مجرد ما جزء يلامس سطح التربه تقوم البراعم اللي عليه تنمو تديني نموات خضراء زي اللي انا شايفها قدامي دي، وكل نمو خضراء بيكون بينشا من قاعدته جذور عرضيه، يعني بتديني نباتات صغيره. ولذلك ممكن ان احنا نقسم السيقان الجاريه دي او المددات الى اجزاء ونزرع كل جزء منها عشان يكون لي نباتات جديده، يعني ممكن نقسمها ونستخدمها في الايه؟ في التكاثر. فالاختلاف او النوعين اللي انا عرضتهم دلوقتي، السيقان الزاحفه او المنبطحه او اللي بيسموها المفترشه، والسيقان الثانيه اللي هي بنسميها السيقان الجاريه او المددات، الاثنين متشابهين في انهم سيقان طويله ورفيعه وضعيفه لا تستطيع النمو راسيا فوق سطح التربه وليس لها وسائل تستخدمها في التسلق، فتنمو فوق سطح التربه افقيا وتتفرع في اتجاهات مختلفه عشان تعرض اوراقها وازارها وثمارها للضوء والهواء. بس الفرق ما بين المنبطحه والجاريه ان في الجاريه اجزائها اللي بتلامس سطح التربه بتنشط البراعم اللي عليها وتديني المواد خضريه، وينشا من قاعده المواد الخضريه مجموع جذري يعني بتديني نباتات صغيره، وبالتالي في حاله السيقان الجاريه اقدر اقسم الساق الى اجزاء واستخدمها في التكاثر. دول نوعين قلناهم مره واحده. في نوعين تانيين من السيقان الهوائيه وهي الساق القصيره والساق القزميه، هنتكلم عن الاثنين ونقول الفرق ما بينهم، او ممكن ان انا اقول الفرق ما بينهم الاول وبعدين نبقى نشرحهم. السيقان القصيره او القزميه دي سيقان قصيره جدا
الفرق ما بينهم ايه؟ ليه قلت على دي صف قصيره وليه قلت على دي صف زمنيه؟ الصف القصيره بقول عليها صف قصيره لانها بعد فتره بتنمو وتستطيل وتديني محور طويل كده بينتهي مجموعه من الازهار بنسميه الشمبات زاهي. اما الصف القزميه فتظل طول عمر النبات قصيره لا تزيد في الطول. ده عشان نقول ايه؟ ليه سمينا دي قصيره وسمينا دي قزميه؟ ليه ما قلناش عليهم هما الاثنين قزميه او نقول عليهم قصيره؟ طيب نشوف السقين القصيرة المثال عليها ايه. عندي ساق اللفت والفجل والبنجر والجزر، كل دول نباتات بتدي مجموع جذري وتدي درني يعني مخزن للغذاء. زي ما نشوف قدام في اللفت كده، الجذر مجموع الجذر بتاعه عبارة عن جذر وتدي درني يعني حصل فيه تخزين للغذاء فتضخم عشان كده بنسميه درني. وبلاقي خارج من عند قاعدته، لان قيمه الجذر تبقى الاسفل والقاعده الاعلى، خارج من عند القاعده بتاعته مجموعه كبيره من الاوراق بتبدو كانها خارجه من نقطه واحده. فالبعض ممكن يظن خصوصا اللي هو مدرسه نبات يظن ان الاوراق هنا نشات من الجذر. لا، لا يمكن، مفيش حاجه بتحمل اوراق في النبات سوى الساق. يعني في الجزء ده ساق. الدليل طبعا هي ممكن ما تكونش واضحه في الصوره عندي، لكن لو انت جبت نبات فجل او جزر او جرجير وبصيت عند قاعده الجذر في الجزء ده اللي انا بشاور عليه بالمؤشر، هتلاحظ ان الجزء ده عاده بيبقى لونه اخضر. الحاجه الثانيه هتلاقي فيه حزوز حلقيه موجوده في الجزء ده اهو. الحزوز الحلقيه دي عباره عن العقد اللي نشات منها الاوراق دي او نشات عليها الاوراق دي، بس العقد هنا بتبقى متقاربه من بعضها جدا لأن الساق قصيرة جدا، فبتبدو الأوراق كأنها خارجة من نقطة واحدة. ده الدليل الأولاني، هو وجود حزوز حلقية بتمثل العقد اللي خارج عليها الأوراق دي. الدليل الثاني، لو أنا شلت الأوراق ده بالراحة ورقة ورقة هلاقي جوه في الداخل موجود البرعة من الطرف. يبقى هنا دي ساق، بس سميتها ساق قصيرة ليه؟ لأن النبات ده ثنائي الحول. في الموسم الأولاني من نموه بيدي المجموع الجذري، يعني معظم نموه بيكون متجه للمجموع الجذري وانتاج الاوراق، نموه الساق بيكون ضعيف جدا، تدي ساق قصيره كده. لو انا سبت النبات ده للموسم الثاني بتاعه بيكون في الموسم الاول نموه خضري، في الموسم الثاني بيتجه للنمو الزهري. ازاي بقى بيتجه للنمو الزهري؟ ان الساق القصيره دي بتستطيل بسرعه كبيره جدا وتديني محور طويل بينتهي في النهايه بمجموعه من الازهار اللي بنسميها شمرات زهري. فبما ان الساق دي قصيره وبعد فتره بتطول فبنقول عليها ساق قصيره. اما لو ما طولش نقول عليها ساق ايه؟ قزميه، زي ما هنشوف في نبات الصنوبر. نبات الصنوبر احنا عارفينه عباره عن اشجار ضخمه، والاشجار دي بتبدا افرع في نظام تعاقب قمي. بتكون الافرع دي كبيره، والافرع الكبيره دي بتبدا افرع اصغر. لكن انا لو بصيت على الافرع اللي في النهايات بتاعتها زي اللي قدامي ده اللي انا بشاور عليه بالمؤشر، عندها مثلا احد الافرع الطويله اللي هي موجوده على الشجره، بلاحظ عليه نموات انبوبيه رفيعه بتشبه الابر كده. دي عباره عن الاوراق، حتى احنا لما بنيجي نوصف اوراقه بنقول عليها اوراق خوصيه لان هي خضراء ابريه، يعني شكلها شكل الابره. طيب هل الاوراق دي محموله على الساق الطويله دي زي ما نشوف؟ لا. لما باجي ادقق عليها، يعني لو انا اخذت جزء منها وفحصته بلاحظ ان الفرع اللي هو موجود عنده الطويل ده موجود عليه نموات صغيره كده لونها بني عامله زي المثلثات، دي عباره عن اوراق حرشوفيه. والدليل على انها اوراق وحرشوفيه ان موجود في قبطها براعم. موجود في قبطها ايه؟ براعم. لما البراعم دي بتنمو بتديني ساق قصيره، اللي هي الجزء ده اللي انا بشاور عليه بالمؤشر، بتديني ساق قصيره، والساق دي بتحمل في نهايتها او في قمتها الاوراق الابريه. يعني الاوراق لا يمكن تكون ناشئه من برع، لان البرع لا بد ان يدي ساق. الساق هنا بتكون قصيره جدا، والدليل على انها ساق انها ناشئه من برع ابطي وبتحمل في قمتها اوراق. طب اسميها ساق قصيره ولا ساق قزميه؟ لا، سميناها ساق قزميه لانها ما بتزيدش في الطول طول حياه النبات. واكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضره، والى ان القاكم في الجزء الثاني. أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ولكم مني خالص تحياتي وأطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.